الرقابه في مصر، وكالعاده كاميرا ملاعب الابطال كانت متواجده هناك. تعال نشوف التقرير ده ونرجع تاني. بطولة افريقيا ما جاتش مصر من عام 92، فده برضو انجاز كبير. وتكلمنا مع الاتحاد الدولي بعد بطولة العالم في دبي في شهر 11 ان احنا عايزين اكتر من بطولة في مصر، فوعدنا ببطولة سيرياس ايه اللي هي دي. السيرياس ايه هو دوري عالمي ايضا، بس بعد ال 32 الاوائل بيبقى فيه عدده اكبر، حضر عندنا 76 دولة او 75 دولة، عدد 860 لاعب ولاعيبة موجودين بخلاف الحكام حوالي 200 حكم. اكبر انجاز موجود واكبر عدد موجود، لذلك احنا واخدين صالة واحد للبطولة، وصالة اتنين اللعيبة بتجهز فيها، يعني صالتين اتنين برضو شاف الإحماء وشاف التسكين والكلام ده، المكان البطولة بصراحة أنا ما شفتش تنظيم أعلى من كده هذه المرة برضو أيضا. ووضع في الأجندة الجديدة لأجندة 23 في أول بطولة في الأجندة في يناير، بطولة البرايمر ليج اللي هو الدوري العالمي الأعلى 32 لاعب في كل ميزان، هتقام في مصر أيضا العام القادم في يناير 23. فالحمد لله رب العالمين، دعم الاتحاد الدولي بسبب برضو اهتمام الدولة بالمنشآت الموجودة والفنادق ودعم الدولة المصرية ساعد على ان النهاردة نظرة الاتحاد الدولي اختلفت كل وجزئي عن ما سبق، لان ما كانش بتقام بطولة دولية في مصر من عام 88 اخر بطولة عالم. لذلك النهاردة اتكلمنا، كان طلب مننا حديث مع بعض، اتكلمنا في ان احنا عايزين نستضيف بطولة العالم، وعدنا ان هيبص في الاجندة وان شاء الله هتقام في مصر بطولة عالم خلال سنتين اتنين بإذن الله تعالى. الأداء رائع جدا، نحن نأتي هنا كل عام أكثر من مرة إلى مصر في هذه البطولات التي ينظمها الاتحاد الدولي للكاراتيه في الفئة ألف، وهذه بطولة مشوقة وبها آمال كبيرة ومواهب ناشئة، ومصر لديها لاعبين على مستوى رائع جدا، ونحن لدينا هنا حوالي 900 لاعب من 70 دولة من جميع أنحاء العالم. إذن هذه بطولة كبيرة جدا. شفنا تنظيم يعني مستوى عالي وعالي جدا، ولذلك فإن الاتحاد الدولي يعني يفكر أنه ينظم بطولات عالمية في مصر إن شاء الله، وهذا هو الهدف تاعنا من هذا العمل. وهذه يعني هذه المنافسات الدولية هي ثمرة عمل يعني قديم عملناها مع الاتحاد المصري والاتحاد الدولي، والحمد لله يعني كانت استجابة من طرف الاتحاد الدولي انه قبل يعني وقبل انه ينظم هذا النوع من المنافسات في مصر. وكذلك يعني بعد ما تولى الاخ محمد ظهراوي رئاسة الاتحاد المصري يعني الامور مشت يعني بسرعة اكثر ووتيرة يعني احسن. ونشكر مصر ونتمنى لها كل النجاح. مصر هم أبطال العالم، يعني عندهم منافس واحد فقط دائما هو اليابان، وإن شاء الله نتمنى أنها تفوز على كل الدول، يعني إن شاء الله وتشرف العرب وتشرف إفريقيا. وما بالنسبة يعني نعود نوليكم للتنظيم، فإن مصر يعني مستعدة. أنا شفنا اليوم مع رئيس الاتحاد الدولي درنا جولة في قاعة يعني قاعة تحضير وقاعة كذا، يعني ما كان حتى شيء ناقص، مستوى عالي وعالي جدا. هو أنا بستعد نفسيا لأنه هو مصنف 35 على الرنك العالمي، فانا في بلدي فالمفروض انا ابقى باداء مشرف اكتر وكده، فبعلى نفسيا انا عليه عشان الماتش ما يتسحبش مني. واحنا اصلا مبسوطين ان مصر بتستضيف بطوله زي دي، اول مره تستضيف حاجه اسمها سيريس ايه، يعني الكاراتيه بريمير كي 1 يعني سيريس ايه، فاحنا مبسوطين جدا من التنظيم لان هو حاجه مشرفه جدا. استضفنا قبل كده بطوله افريقيا كان برضو حاجه مشرفه جدا، ان شاء الله النهارده تبقى حاجه اجمل باذن الله. وهذه كاول مشاركه لي كتحفيز البطولات الجايه، وكما ذكرت ان نتائج البطوله كانت نتائج مرضيه. عندنا نهائي تحت 75 سلطان الزهراني، وان شاء الله ندعي له بالتوفيق، والان يلعب سند السفياني فوق 84، ان شاء الله نسال الله التوفيق ان شاء الله. كانت مباراه قويه وكل منا لعب بمنتهى القوه، وانا ارتكبت اخطاء كثيره وانا استمتعت بهذه المباراه، وكان علي ان استمتع اكثر بالمباراه. نحن فزنا ونتقدم، تهنئتي للمقاتل واللاعب الليبي.